السلام عليكم. مبطي كان يجينا في البيت وواحد من العيال كان يدرس قانون، وانا صغير يعني توني في الثانوي، يدرس قانون ويعلمني القانون وخفايا القانون يعني. فكان يقول لي اذا وقفك عسكري وقال لك اركب معي بوديك القسم، قال لي لا معليش وين مذكره التوقيف. انا والله صدقته الله يبيح منه ومنه. فعد هو طلع الكذاب يتابعها في الافلام يعني، ما لان الطريقه دي يعني ما تشتغل عندنا. ما في نفس السنه كنت انا والعيال انفر في حي النسيم في الرياض، احنا كنا واقفين عند الاشاره وانا راكب وراء واسولف على العيال وهم ملتفتين يمي يسمعون سلفتي يعني مله الرعيان ما ادري. والموتر كل مال يقدم اثري والموتر قاعد يقدم، قاعدين نحد راي دوريه بيقطع الاشاره. والله يا اخوان صدق بيقطع اشاره بيلحق الواحد واحنا نحده، احنا ما ندري لان بقعه اللي ورا قاعد يسولف عليهم. نزل راي الدوريه فتح على السواق الباب، يوم عاين فينا احنا نضحك، يحسب ان نضحك عليه، يحسب ان من الكاع اللي فينا نضحك عشان احدينا، احنا ما ندري شو السالفه. طالع فينا احنا نضحك قال يا سلام انا اموت في الزحف، شفت الزحيفه اللي مثلكم، انا حاطيني في الوظيفه هذه عشان الزحيفه اللي مثلكم. احنا ما ندري شو السالفه. قال صفطني مين؟ صفطني صفطني مين؟ قلت عيال لا تخافون يا عيال، انا اعرف قانون، انا فاهم القانون، خلوني انا اللي اتكلم، انا اضبط اموركم، مالكم هم يا اخوان. نزلنا كلنا من السياره، سحب خوينا الاول فتح باب الفرد اللي ورا، فتح يعني اصفقه في الشنطه، ما دخله، اصفقه في الشنطه، اصفقه في الشنطه، ثم ركب. انا قاعد اشوف المنظر ده قدامي، خوي اللي درس قانون ما علمني يعني الشنطه، ما قال لي اي شيء انهم بيصفقونك في الشنطه، ما حد علمني. سحب خوي الثاني فتح الباب اصفقه في الشنطه، اصفقه في الشنطه، ثم ركبه. انا هنا ايقنت بالشنطه، ايقنت. ناداني قال لي تعال، انا ما رحت للباب، انا رحت للشنطه على طول، والله صدق رحت للشنطه، صفقني في الشنطه، صفقني في الشنطه وركبني. انا طبعا ما تكلمت ولا احد ما قلت شيء. صك علينا الباب وكنا كلبونا في المرتبه اللي ورا، قلت عم الصمت شويه طالعين فيني، انا موقفي محرج لاني انا متزهل لهم. قال لي يا اخوان لا تشيلون هم، انا فاهم قانون. طب هو قدامه وطلع على الجهاز، يوم وصل عند اسمي قال نايف حمدان 18 سنه. قلت انا 19 الله يحييك. قال لا صرت رجال انت الحين، انت كبير انت الحين. يا اخوان انا كنت صغير وقتها وشايل المسؤوليه. فقلت بتناقش معك، قلت يا لو سمحت انا. قال انت السواق؟ قلت لا. قال اخليك على شحم، ورجعت وجلست بنفس واحد من العيال كان عنده خطه، يقول نايف انا بقول لهم اني قاصر عمري 17 عشان يطلعوني. عاد هو شنبه ناشف القلابي، تعرفون هذه اللي كل شيء يطلع منها، اخذونا طير شلوه وانطلونا في التوقيف. وعاد يجون في التوقيف ها ايش مشكلتكم؟ ما لها داعي، يقولون متصفقين وصفقونا عسكر ودخلونا. والله مضربين مع العسكر، والله مضربين. كان معنا واحد في التوقيف كل شوي يقوم ينادي العسكري، عسكري عبد الكريم حاله سكر يا اخوي بطلع. ويجي العسكري يعني تفهم هو العسكري. وجينا بنادي العسكري مثل عبد الكريم عشان اتفاهم معه. قلت يا شرطي، وسكتوا كل اللي عندي في التوقيف. عبد الكريم ممكن تناديها انت عشان ابيه. طلعونا بعد 9 ساعات، لا يعتني تبودنا هي 9 ساعات بس. قالوا توقعون. قلت يا ولد عندكم قضايا ما مشيت تبيني اعترف فيها توقع اي شيء تبيني اعترف فيها؟ الحمد لله طلعوني الف وهي ما غير 9 ساعات. والله من بعد الحمد لله ما غير امشي واعترف. لو قال لي عسكري يحقق مع واحد في الشارع، وقفت بجنبه ونزلت قلت انا اعترف، انا وش انا اعترف ما.